انسحاب لجميع أعضاء وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام من الاحتفال. أفشلت جماعة الأخوان حفل المؤتمر في تعز رغم الإذعان لمطالب ميليشيات الحشد والالتزام بإقامة حفل بمناسبة الذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام على هوى ورغبات تلك الجماعات التي باتت تناصب العدالة للمؤتمر ورموزه الوطنية التاريخية وتعمل لصالح ميليشيات الحوثي من تحت الطاولة من خلال اختلاق الأزمات وإشعال الفتنة في المناطق المحررة تحت مبررات واهية. أخي عيب للدرجة، هذا مش معقول. ليش عملوا كذا؟ ما رح أعرف ليش كذا مزاج. هدموا الصرخة عامل حجار ولا والسلاح الصرخة عام، هذا لا يجوز. كيف حزموا أننا قمنا حافل بإذنهم والآن يرفضونه بداخل القاعة بالحجارة؟ ومع بداية الحفل بالذكرى التي تأجلت من 24 من أغسطس وأعلن عن إقامتها الخميس، افتعلت عناصر إخوانية المشاكل داخل القاعة واعتدت على أجهزة الصوتيات وبعض المنظمين للحفل لإثارة البلبلة وإفشال الحفل بعد توافد مئات المؤتمرين للقاعة في صورة تعكس حقد هذه الميليشيات على المؤتمر الشعبي العام وزعيمه الشهيد علي عبد الله الصالح الذي كان الجميع يعيش في عهده بأمن وأمان واستقرار وحرية وديمقراطية، وأثبتت هذه العصابات أنها لا تمت للمدنية بأي صلة. تهجم لداخل القاعة ورمي الأجهزة إلى الأرض وسب وشتم لقيادة المؤتمر وأعضاء المؤتمر في قاعة في داخل القاعة وفي داخل المنصة. من دخلهم ما احناش عارفين الدخول إلى داخل القاعة بكروت، كيف دخلوا بدون كروت؟ من دخلهم؟ أين الأمن الذي هو قال لكي يحمي القاعة؟ كيف سمح لهم يدخلون معهم كروت؟ هذا هو هذا احنا تشير مشتعز مدنية، كيف المدنية؟ كيف دخلوا؟ دخلوا أكيد نعم مدفوعين لإفشال الحفل ويريدوا مسح تاريخ اليمن بشكل عام من ثورة 1960 وحتى الآن. مراقبون اعتبروا تهاون الجهات الأمنية وتسهل في حماية الاحتفال وتسهيل دخول مثيري الفوضى مشاركة في إفشال الحفل وتهديدا وتأكيدا على انحياز الأجهزة الأمنية لميليشيات الإخوان والتخلي عن مسؤولياتها الدستورية والقانونية بهدف إثارة الفتنة وتأليب الشارع على المؤتمر وقياداته بذرائع ومبررات واهية. تحية الجمهورية اليمنية، تحية الجمهورية اليمنية، تحية لقيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام.